شايف نفسك فين بعد 5 سنين يا اخ وائل؟ والله انا مش عارف يا معلم، بس انا كل اللي متاكد منه ان انا عارف ان انت اللي هتبقى فين بعد 5 سنين. فين؟ في السجن. اثبت مكانك، المكان كله محاصر. وائل، انا مش وائل، انا الرائد زينهم السماحي من مباحث الحلميه. عاجبك كده مرتضى الكلب؟ انا مش مرتضى، انا النقيب سليم البدري من مباحث الحلميه. والله وقعت يا معلم. انا مش المعلم، انا اللواء سليمان غانم من قطاع الانتاج. مين اللي قبض على التاني ولا مين اللي سرق التاني؟ انا ما هو مين، انت الحرامي ولا هو الحرامي ولا مين ايه ولا كل حاجه؟